السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا قصة جديدة ورواية جديدة، بتمنى من الله العلي القدير انها تنول اعجابكم. روايتنا النهارده بعنوان الفقير والملكة. كان هناك ملكة جميلة تعيش في قصر عظيم في بلدة جميلة. كانت الملكة تملك قلادة رائعة للغاية، ولكنها كانت تحب أيضا مشاركتها مع الآخرين. ففي يوم من الأيام قررت الملكة أن تقدم القلادة كهدية لأحد الأشخاص المحتاجين في بلدها، لكن كان هناك مشكلة واحدة فقط، وهي أن الملكة لم تجد أي شخص يستحق هذه الهدية الثمينة. ولذلك قررت الملكة أن تعقد مسابقة لجميع الشباب في البلدة، وأن يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة. وبالفعل اجتذبت المسابقة العديد من الشباب، وكانوا يتنافسون بجدية وقوة للفوز بالقلادة الثمينة. ولكن كان هناك شاب واحد فقط اسمه جون، لم يتمكن من إيجاد ملابس جيدة لحضور المسابقة. وعندما علمت الملكة بذلك قررت أن تساعد جون. وبالفعل قدمت الملكة لجون ملابس جديدة ورائعة، وشارك في المسابقة وكان يبدو رائعا. ولكن عندما جاء وقت القرعة لم يكن جون محظوظا بما يكفي للفوز بالقلادة، ولكن الملكة لم تتراجع وقررت أن تعطي جون القلادة على أي حال، لأنه كان يستحقها بالفعل. وعندما سألها أحد الأشخاص عن سبب هذه الخطوة أجابت الملكة بكلمات معبرة: لأن جون هو الفائز الحقيقي في هذه المسابقة، فقد فاز بقلوبنا جميعا بندرته وصدقه وجماله الداخلي، ولهذا السبب فإنه يستحق القلادة أكثر من أي شخص آخر. ومنذ ذلك الحين أصبح جون شخصا مشهورا في البلدة، وكان الجميع يحتفلون بصدقه وندرته وجماله الداخلي. وهذه القصة تعلمنا جميعا كبار وصغار أن الشيء الأكثر أهمية هو الجمال الداخلي والصدق، وليس الأشياء المادية الغالية الثمن والنفيسة. وكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، أرجو أنها تكون قد نالت إعجابكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك الفيديو لو عجبتكم القصة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تأتيكم القصص الجديدة والروايات الجديدة أولا بأول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته، مع السلامة.